للشباب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أنا هادية حسني السعيد، لاعبة منتخب مصر الريشة الطايرة، والنهاردة بحتفل بعيد ميلادي 31. بس أنا ابتديت رياضة وأنا صغيرة جداً، كان عندي 2 سنين. ابتديت ألعب مع أختي الكبيرة جمباز، وبعدها اتمرنت جمباز إيقاعي وسكواش وفروسية، وكنت بجيب ميداليات كتير في الجمباز الإيقاعي. بس اضطريت إن أنا وأنا عندي 9 سنين إن أنا أوقف رياضة تماماً بسبب إصابة في الركبة، كان استحالة معاها إن أنا أكمل رياضة في الفترة دي. استفدت من وقتي في السنة دي وتعلمت فيها عزف البيانو، وفي نفس الوقت رسمت، وكانت رسوماتي بروح بيها مسابقات كتير، واشتركت في مسابقة كسبت فيها المركز الثالث على العالم في اليابان. لما الحمد لله ربنا شفى ركبتي وابتديت أرجع واحدة واحدة الرياضة، فكرت أنهي رياضة إن أنا أرجع لها، لأن كان ما ينفعش تماماً أرجع لكل الرياضات اللي أنا بلعبها. فرجعت ألعب سكواش، والحسن حظي إن مدربي في السكواش كان في منتخب مصر الريشة الطايرة، وهو اللي عرفني على اللعبة دي لأنها ساعتها ما كانتش مشهورة تماماً. المهم إن أنا اتمرنت 3 أسابيع ونزلت بطولة الجمهورية، كسبت 3 ماتشات وأخدت مركز ثالث. ومن بعدها ابتدت انطلاقاتي في الريشة الطايرة، بعدها أول جمهورية، أول عرب، أول أفريقيا، وشاركت في 2 أولمبياد. على المستوى العلمي الحمد لله، الناس اللي عندها مفهوم إن الرياضة كاحتراف ومع العلم ما تنفعش، ده حاجة خطأ تماماً، لأن الحمد لله أنا اتخرجت من كلية صيدلة عين شمس، وعملت الماجستير في جامعة باث في إنجلترا، ودلوقتي بشتغل مدرس مساعد في الجامعة البريطانية، وفي نفس الوقت الحمد لله سجلت دكتوراه في جامعة القاهرة، وإن شاء الله طموحي إن أنا قريب جداً أخلص الدكتوراه. ردي على الناس اللي بتقول إن الصيدلة والرياضة محترفين ما تنفعش، بسبب إن أنا في أخفقت في بطولة من بطولاتي في الجمهورية وأخدت مركز ثالث وأنا بدرس صيدلة، كان بعدها 10 أيام جبت مركز أول أفريقيا، وكان أول لقب للاعبة عربية تفوز بلقب بطلة أفريقيا، ولحد دلوقتي. تأهيلي لأولمبياد بكين 2008 كان وأنا بدرس في صيدلة عين شمس، وتأهيلي لندن 2012 كان وأنا بعمل ماجستير في الصيدلة، وإن شاء الله طوكيو 2020 تبقى وأنا بعمل الدكتوراه. وساعة لندن 2012 كمان كنت بلعب في الدوري الإنجليزي لمقاطعة إيفن. بطلت شوية بعد لندن 2012، والاتحاد الدولي ساعتها خلاني سفيرة الاتحاد الدولي في كأس السلام والرياضة في دبي، ومن هنا اتعينت أو كنت ممثلة القارة الأفريقية في الاتحاد الدولي. ورجعت لتحقيق حلمي الكبير، وشاركت في تنمية النشاط الرياضي من خلال عضوية مجلس إدارة في نادي من النوادي المصرية. لكن رجعت ألعب تاني لمنتخب مصر، لأن المنتخب كان محتاج إن أنا أرجع ألعب له، فرجعت ألعب تاني واحترفت كمان آخر 2 سنين في نادي ليل في فرنسا، وطبعاً بلعب لمنتخب مصر لحد النهاردة، وهفضل إن شاء الله أرفع علامها على قد ما أقدر. بحب جداً إن أنا أنشر اللعبة وإن أنا أمرن الأطفال، ففي 2013 الحمد لله عملت أكاديمية لتعليم الأطفال الريشة الطايرة، وساهمت في إدخال لعبة البارا بادمنتون اللي هي الريشة الطايرة للاحتياجات الخاصة في مصر من 2 سنين، والحمد لله دلوقتي عندنا فيها أبطال أفريقيا، وعندنا برضو بطلة من ضمن 5 الأوائل على العالم. كان ليا الشرف السنة دي إن أنا أبقى مدربة الأولمبياد الخاص المصري للريشة الطايرة، ودي كانت فعلاً أحسن حاجة حصلت لي، لأن ده فريق الحب والبساطة والتسامح، كان أحلى فريق فعلاً دربته في العالم، ورجعوا لنا من دورة الألعاب العالمية جايبين الميداليات الذهبية كلها. أكيد اللي أنا وصلت له ده ما كانش لوحدي، ده كان بتشجيع أهلي طبعاً وعيلتي ودكاترتي في الجامعة، والعميد عندي في الشغل، وأساتذتي، وكل المدرسين اللي درسوا لي في المدرسة، كلهم كانوا بيشجعوني وبيساعدوني إن أنا أفضل متفوقة في الرياضة وعلمياً، وإن شاء الله هفضل مكملة في تحقيق أحلامي.
إن شاء الله هنوصل لطوكيو 2020 أنا وزملائي في المنتخبات القومية المصرية كلها، وعندنا برضو دورة الألعاب الأفريقية آخر الشهر، وإن شاء الله مكملين وهنرفع علم مصر وهنشرفها دايماً. بشكركم.